جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي السيد بن يامين نتنياهو ورئيس وزراء دوله اسرائيل المنتخب. وقد اعرب سموه لمعالي السيد بن يامين نتنياهو عن تمنياته له بالتوفيق بمناسبه تكليفه بتشكيل الحكومه الجديده منوها بما وصلت اليه علاقات البلدين على مختلف الاصعده واهميه مواصله تعزيزها بما يدعم الجهود المشتركه لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقه كما تم خلال الاتصال مناقشه المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وابرز القضايا على الساحتين الاقليميه والدوليه واستعراض اوجه التعاون المشترك